السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هننفذ شكل جديد لذيذ قوي هنعمله مع بعض. هعمل شكل قطه، في قطه كده اسمها ماري كات مشهوره قوي في الكرتون. انا حبيت ان انا استخدم وشها، رسمت وشها، جبت الصوره بتاعتها من على الموبايل. ممكن تطبعوها وممكن ترسموها، انا رسمتها على ورقه. هتبداوا تنزلوها على العجينه بتاعتكم بعد ما تفردوها وتبدأوا تفرغوها، واستخدمت النيدل تول او ممكن تستخدموا ابرة عشان تعملوا الملمس بتاع الشعر. هنحتاج كمان سلسلة، علشان انا هعملها سلسلة، ممكن تعملوها ميدالية عادي جدا. اتمنى يا رب ان شاء الله ان الفيديو يكون لذيذ معاكم ويكون سهل، وتابعوا الفيديو للنهاية. ولو عجبكم ان شاء الله ياريت تنفذوه وتوروني تعليقاتكم وتطبيقاتكم. ولو انتوا جداد على القناة ياريت تشتركوا في القناة ومتنسوش تعملوا لايك وتعملوا شير. ولو حابين تدعموا القناة هسيب لكم لينك باتريون في أول تعليق. ويلا بينا نشوف الفيديو.